على بركة الله، الصلاة والسلام على رسول الله. احنا هنعمل بسكوت اللانكشاير. مقاديرنا معانا 3 كوبايات دقيق، كوباية سكر بودرة، كوباية نشا، عندنا كوباية ونص سمنة، 3 بيض، وعندنا معلقة قشر سفنجي، وعندنا معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، ورقتين فانيليا. نحط السمنة، نضرب السمنة شوية. السمنة لازم تطلع من الثلاجة ساقعة كريمة كده. كده سكر البودرة، بسكوت جميل يخلص معانا بسرعة. وعندنا زي كريم شانتيه كده، ننزل بيضة بيضة. ممكن تعمليه بكوباية دقيق واحدة، الكمية دي بداية واحدة، وهتقللي الكمية. هننزل عليها ببشر السفنجي ده، ريحة جميلة. ننزل عليها بالفانيليا، تفضل فانيليا تبقى بودرة. عشان ناكل كتير نحط دقيق، وعليه البيكنج باودر، ذرة الملح، وعليه النشا. كله على بعضه كده، خلينا بس العجينة كده، نعمل العجينة ونرجع لكم. دي العجينة بقت معانا اهي، احنا نعرفها لما نكورها كده تعمل كورة، تبقى كده العجينة جميلة. هناخد منها جزء نحط عليه كاكاو، نحط عليه معلقة سمنة على الكاكاو عشان ما تطلعش ناشفة. دي نعجنها كده بس. بعدين العجينه دي كلها هنحطها في الثلاجه نص ساعه قبل ما نشكلها، عشان لما تطلع تحط في الفرن ما تفرش كتير. هي هتفرش حاجه بسيطه بس مش هتفرش كتير. تقدري تعمليها في اي وقت يعني ولادك بسرعه، حاجه جميله. تقلبي بالشوكولاته، صناعه جميله. العجينه تحط حته كده وتبقى كده، نحطهم في الثلاجه، نغطيهم ببلاستيك، بكيس بلاستيك كده نغطيهم بيها، ونحطهم في الثلاجه نص ساعه ونشكلهم كده. دي العجينه بتاعت الشوكولاته، نبدا نشكلها. طلعناهم من التلاجه، هبدا اشكلها بالشكل طبعا كده، كل قد بعضه قدر الامكان. نحطهم كده بعيد عن بعض شويه، الابيض نفس الحكايه، نعمله برضو كده، نشكل كله بنفس الكميه دي كده. بعدين ندخلهم الفرن. الفرن تبقى درجة حرارة واطية جدا، يعني بنشغله الأول يبقى الفرن سخن، بس بعد كده بنوطي درجة الحرارة خالص، وده ما بياخدش 10 دقايق في الفرن. البسكوت الانكشاير لما طلع من الفرن، ودي الكمية اللي طلعت معانا، طالع ناعم وجميل، بس البسكوتة دايبة خالص، طعمه جميل جدا. إن شاء الله هنشكله بقى، هنزوقه بالشوكولاتة ونشوفه. احنا عشان نزوق اللانكشاير عندنا سوداني مجروش، جوز هند مبشوره، وعندنا فرماسيلا بني، فرماسيلا ملونه. طبعا اللي انت عايزاه اعمليه، حط المربى بالشكل ده ونرسمهم كده. حط مربى نقفل عليهم كده. الجنب اللي مفهوش مربى نص مربى، هنتصل في المسلة كده، تبقى كده جوز الهند، تبقى بالشكل ده. سوداني كده يبقى بالشكل ده، التشكيلة اللي انت عايزاها هتبقى كده، كده زي ما انت عايزة. هنعمل الكمية كلها بالشكل ده، نرجع لكم. دي كمية البسكوت اللانكشاير اللي طلعت من 3 كوبايات دقيق. اتمنى تجربوه يعجبكم ان شاء الله.